فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يقولون إن بلادنا ولله الحمد آمنة لوجود النفط، وبعضهم يقول إن بلادنا آمنة لوجود يقول بعض الناس إن بلادنا ولله الحمد آمنة لوجود النفط فيها، وبعضهم النفط البترول، وبعضهم يقول آمنة لوجود الحرمين، وبعضهم لوجود التوحيد، فما الصحيح من ذلك وفقكم الله؟ نعم، ولله الحمد آمنة لوجود الولاة الطيبين ووجود العلماء، هذا هو الأصل. الأصل وجود الدعوة على أيدي العلماء ومناصرة ولاة الأمر، وأما البترول هذا إعانة من الله سبحانه وتعالى، هذا إعانة من الله ومنا من الله، إذا استغل في الخير فهو خير. والثاني وش هو؟ وجود الحرمين. ما في شك إن وجود الحرمين ميزة عظيمة على العالم كله وعلى بلاد الأرض كلها. وجود الحرمين الشريفين لا شك أنها نعمة كبرى من الله، ولذلك يجب علينا الشكر أكثر مما يجب على غيرنا، لأن الله مكننا من هذه الأمور، نعم، وجعل القيام عليها بأيدينا، يجب أن نشكر الله وأن نقوم بالواجب، نعم.